على اي حال، خلينا نروح لملف تاني. ومن كام يوم وتحديدا يوم 4 يناير الماضي رست السفينه لوجوس هوب المعروفه باسم المكتبه العائمه في محافظه بورسعيد. هذه السفينه بتعمل زياره لهذه المدينه الباسله لغايه يوم 23 يناير. هتستقبل روادها بالعروض الفنيه الثقافيه المختلفه باعتبارها صنفت بانها مناره للعلم في العالم اجمع. هذه السفينه بتحمل على متنها اكثر من 10,000 كتاب من مختلف الوان الفنون والكتب. خلينا نتابع جوله لبرنامج صباح الخير يا مصر تمت داخل هذه المكتبه العائمه، ونرجع نكمل فقراتنا معكم. واحدة من أكبر المكاتب العائمة في العالم رست منذ أيام بميناء غرب بورسعيد السفينة الألمانية لوجوس هوب اللي بتعد معرض عائم للكتاب بتشمل مجموعة موسعة من الكتب. احنا سجلين دلوقتي بس كان طبق أول، يعني السفينة كشكل وكبتاع متنظيم كويس. هو احنا سمعنا عنها في الأول، كانت نزل كذا كلام عنها يعني، وإنها بقالها كتير ما جاتش مصر، ودي تقريبا أول مرة من 15 سنة تقريبا أو أكتر، فكانت تجربة حلوة إن احنا نيجي نشوفها يعني وكده. هو التنظيم والمكان شكله كويس، وبتدي حتى إيحاء مثلا بالثقافات، تنوع ثقافات وكده. هو أنا كنت متخيلة إن في كتب أكتر من كده عربي، بس العربي مش كتير قوي يعني، بس هي فكرة كويسة يعني، وجودها في بورسعيد برضو عامل رواج كده يعني. الفكرة بتاعت السفينة من ضمن الأفكار الواحد بينتظرها كل تقريبا 10-12 سنة، كنت هنا من 10 سنين تقريبا، وكنت مشتاق للحظة تاني ومش عارف هتتكرر ولا مش هتتكرر. بصراحة الواحد بيحس بوجود العالم كله حواليه في مكان واحد في وقت واحد. اي نعم انا من اسكندريه وعندي مكتبه اسكندريه من ضمن اكبر مكاتب على مستوى العالم برضو، وبتمثل حضارات كثيره اسكندريه، بس كون ان انت تلاقي المكان ده كله في مركب او سفينه متنقله بتجول العالم وتجيلك في يوم من الايام جنب منك في مصر وخصوصا في محافظه بورسعيد، فده بالنسبه لنا كان من ضمن الاحداث التاريخيه اللي احنا دايما بننتظرها كل عشرات السنين، ويا علم هنقدر نشوفها تاني المره بعد 10 سنين ولا مش هنشوفها تاني، بس بالنسبه لي كان حدث تاريخي في انتظاره بقالي سنين كثيره جدا جدا جدا. السفينه هي اكبر مكتبه بحريه متنقله في العالم، على ظهرها متطوعين من مختلف دول العالم رست على ميناء بورسعيد، وبتتواجد حتى يوم 23 يناير الجاري، وبيتم فتح المركب للزائرين من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 10 مساء، وبتستقبل السفينة الزائرين جميع أيام الأسبوع فيما عدا يوم الأحد. الفكرة طبعا عظيمة لأنها ضمت جميع كتب مش موجودة مثلا في أي محافظة تانية، وكمان في ناس بتيجي من بره بورسعيد بتشوف الكتب اللي هي عايزاها، وطبعا دي حاجه حلوه برضو لبورسعيد، لان بورسعيد مدينه هاديه، فده زود عندنا الدخل وزود عندنا السياحه وبورسعيد اتعرفت اكتر. هي حلوه جدا، انا اصلا جيتها قبل كده بس كنت صغيره، ف يعني مش فاكره تفاصيل، بس فاكره المكتبه، فاكره الحاجات دي كلها. هي فيها كل الثقافات، بتضم كل الثقافات، تنقل ثقافات للعالم كله من بلد لبلد لبلد. تستهدف السفينة نشر الثقافة في العالم والتشجيع على القراءة من خلال حوالي 50,000 كتاب في المكتبة، وبتتنقل سنويا بين عشرات البلدان حول العالم. بدأت لوجوس هوب خدمة السفن العابرة للمحيطات سنة 1970، وزارت أكثر من 480 ميناء مختلف في أكثر من 150 دولة، واستقبلت أكثر من 49 مليون زائر على متنها. بصراحة الفكرة حلوة قوي ان يكون في حاجة مشتركة بين كل الناس، وهي الثقافة والكتب وكده، وفكرة السفينة حلوة قوي عشان خاطر اللي هو اكبر قدر من الناس والدول اللي تستفيد من الحاجات اللي موجودة فيها، وكمان الكتب فيها مختلفة، فيها فروق كتير، طبخ وتعليم، الثقافات مختلفة، اديان مختلفة كده. هي جميلة بصراحة، السفينة حلوة قوي والنظام بتاعها حلو، وما تعبناش في الدخول يعني، متعاونين جدا، حاجة تجربة حلوة. بتزور السفينة ميناء الدول لعدة أسابيع في كل مرة، وبتفتح الممرات لمئات بل وآلاف الزوار كل يوم، وبتقدم معارض للكتب لأكثر من 6,000 عنوان كتاب معظمها باللغة الإنجليزية، بما في ذلك العلوم والرياضة والطبخ والفنون واللغات والدين، ما يوفر للعديد من الزوار أول فرصة ليهم على الإطلاق للاختيار بين مجموعة واسعة من المؤلفات عالية الجودة. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر.